صح، الدنيا شتا بس ده 11 واحد ايام ده غير اني كلش اهتم بالريكفري مالتي بالاستشفاء العضلي. عندي ثيراكين واشا تولز كابن سيت دقيقة فوم رولا مال مال آلام. هذه كلها قبل فترة ضفنا شغلات جديدة. ليش؟ لأنه صحة الإنسان أغلى ما عنده. فقد الحكيم 2020. واحد من عندكم يعرفون شنو شغلي. بالنسبة للناس اللي ما يعرفون شغلي شنو هو أبو شهقة جلبت وياي أبو شهقة أبو شهقة شنو. فبالنسبة للناس اللي ما يعرفون شغلي شنو، أنا أشتغل منقح أو معدل أفلام ومسلسلات. ف ما راح نحكي اليوم وشوف أفلام وثائقية أي شيء. اشرب مي. اي نشوف افلام وثائقيه وهاي واعدلها وانا ونشوف شنو المو زين نطلعها. واللي يعرف انه الناس راح يقولوا اه شغله كلش حلوه تباع افلام شغلات حلوه صح، بس تجي ايام مثل اليوم باعوا شنو ذا باوع. هذا المكان راح يصير مكان الميل، لأن يعني اليوم اجانا شنو اجاني بريد من الشركة اللي انا اشتغل بيها. امدوكس شركة امريكية تعزينا هدايا نطلع اول مرة الكارت. From us to you, no more than ever take a moment, stop and unwind, breathe, do something for yourself. Thank you. I'm going to the gym every day. I'm doing a lot for my day, for my self. Enjoy this token of appreciation for all that you do. Well, thank you so much. Stay safe and healthy. Amdocs. Hey! من هي الذكرية اللدو؟ كنا نتمرن. نتمرن شنو؟ كنا نلعب. شبيك تبعك بس بتمرين. Ooh, would you take a look at this? Nice. Nice little gesture. هذه الأولى. Ah, it's a candle. ليمون. هذا الحبل شنو؟ Don't really know. Ooh, look at this! Soul speaker, let's try it. اليوم 13 بالشهر، البارحة مو البارحة هو اليوم ورا ما عبرت الساعة 12 بس أنا عندي من أنام خلاص أعتبرها البارحة. كنت أريد أدور على سبيكر بالأمازون لأن أكو برايم ديلز، برايم داي، فقلت راح أشتري سماعة بس ما اشتريت فإجتني هاي بالعدلة. هاي لما تكون النية صافية. شنو هذا؟ شلون يشغلوا بعد عمك؟ تصور ما بي شحن، اتصور. طلع ما بي شحن. There we go, that's what's up. Bluetooth. Connected. Yo, Wu-Tang forever, who rhyme better? We too clever, the boom baps back harder than ever. R.I.P.O.D. لازم نعيد اسمع رابي ايش يصير. كافي راح يصير لنا كوبي رايت. شنو هذا؟ It's chicken.
wrapped chicken. غدا مالتنا الغدا الغدا. By the way, كل ما أقول هذا الموضوع ترجعون تسألوني نفس السؤال نفس. كل ما أحكي بهذا الموضوع ترجعون تسألوني نفس السؤال. كل ما أحكي بهذا الموضوع تحتاجون تسألوني. افتهم اشتغل عادي. كل ما أجاوب هذا الموضوع ترجعون تسألوني. فرق قديش ما شوفنا وجباتك الكاملة. يعني وجباتي نفسها هذا الدجاج والتمن نفسه نفسه يومي أكله على وجبتين والصبح شوفان وبيض. ها هي الوجبة الرابعة إنه أخذ شيك بروتين. هذا كل أكلي صار لي سنين عليه يومية نفس الأكل نفس الخلطة نفس الأكل نفس الخلطة. ليش؟ ما يهمني ما تلعب نفسي ما أضوج ما أمل. عندي هدف كل اللي راح أسويه إنه هذا أكلي. ها هي فيما لا حب الروتين. روتين ما يخلي مجال للخطأ. تمشون على يومية نفس الشغلات خلاص بعد يومكم منظم غذاءكم منظم وأكلكم منظم. إذا أكفت شيء دا يشتغل why change it why change it. وين اللوجيك بالموضوع وين المنطق. هذا الجسم ما 306 أوكي. من كل عندكم هيك قطع شوية ثخينة نوعا ما. أنا اللي أحب أسويه أتشك تشيكن هيك حتى الحرارة تدخل وبالتالي من جوا ينطبخ زين. ready حتى نروح للجيم. طبعا برا دا تمطر ف هنلبس اليوم هودي. اليوم عندي صدر وترايسبس كارديو. انا اتمرن الكارديو بعد التمرين فمن اخلص التمرين اخذ سكوب بروتين وابدي كارديو. اوكي الكارديو مالتي هو درج 20 دقيقة وبعدين ماشي سريع 20 دقيقة. احتمال ازيد اسبوع الاخر اسوي ساعة بالعدلة بس حاليا دا اشوف نتائج ومتونس بيها فما يحتاج اجبرها ما يحتاج استعجل وما يحتاج نغير ما دامكم دا تشوفون ما دامكم دا تشوفون نتائج. فليش اغير اذا عندي اشوف نتائج ليش ما افتهمها. خمس سيتات على خمس دفعات بديت ب 34 راح اصعد 34 42 42.
يوم 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 كلبة صار حلوة يا ولي. ها كبرانة طالعين ورق جديد. العبوا ويا نباتاتكم، حسوها مثل الأطفال مالتكم، العبوا وياهم يحبون هيك شغلة. يوم يوم كلبة كلبة كلبة. نرجع بداية الفيديو. أنا ببداية شوفتكم كل الشغلات اللي الموجودة عندي، الأدوات فيما خص العلاج الطبيعي. قلت لكم إنه أنا أهتم بصحتي كل شوية، لكن واحدة من الشغلات اللي أعاني بها هو ظهري، كون إنه أنا ما أقدر أوصل لظهري وصدق أخلي الضغط حتى أفك بالتريجر بوينت، فصعب علي أوصل لهاي المناطق سواء كانت بالفوم رولر أو يعني بالهاي الأدوات اللي شفتون، فأحتاج شخص شوية قوي يسوي لي إياها. فاليوم هديتي الثانية من زوجتي هي يجيني مساج ثيرابيست للبي اس شخص، وهو طبعا معالج راح يشتغل على ظهري شوية حتى شوية هيجي انداري للظهر ونعالجه شوية. اليوم المفروض تشوفوني راح اعيط هواية وراح اتألم هواية، provided that he is good، المفروض يكون زين، المفروض ما راح نعرف الا نجرب. مغفل، خلينا نشوف. I've done most of this side now. Yeah. You've missed all the magic. You have to wait till I go on the other side. Yeah. How does that feel through there? It's good. If you want, you can increase pressure. How does that feel, okay? Yeah. شو تحس؟ حالياً اوكي. You feel it? I feel it everywhere now, yeah. It's just like what I say, it's like a healthy painkiller. So it's a TENS machine which sends, it's like an electric current, and it sends a signal to the brain to block pain. A lot of prenatal women use it. Oh, I can see it. Oh my god, ew, that is so weird. I don't like that. It looks like an alien. Do you want me to turn it down? Is it alright? That looks good, I mean. Oh my god, that is so freaky. This doesn't let you build muscle, right? No, it doesn't. Matter. Thank you very much. Because I keep telling people, like, my followers. They're always like, oh, I'm gonna use EMS to build muscle. I'm like, it doesn't do that. This doesn't, you know, take it off from going to the gym and actually lifting weights. Do you hear that, guys? I didn't say it. He did. Does it hurt? It doesn't hurt, it's just when he pushes it kind of. He's not going to say it hurts. Most guys cry. Not really, it's not painful, but like, when you twist it. Is it working? Yeah. What do you mean? When you stay on something until it fucks, when you feel like something is fucking, when you wait on it until it fucks. Do you know what I mean? Feel it? Yeah, fucking feel it. Put yourself down. Drop your head, drop relax your neck. How's it all back, right? Yeah, much better. وهذا كان المساج اللي شفتوه. حاليا دا احس نفسي متختخ، بس ما ادري كنت متوقع اكثر، يعني حسيته مساج اكثر ما هو علاج رياضي، يعني سبورتس مساج، مو يجي بس مجرد مساج. بس يعني تجربة حلوة، تجربة لطيفة، مو اول مرة صراحة انا اسويها. مسويها مرة بباريس، بس ذيك عذبتني اكثر، ذيك كانت بنية ويلي موتتني ذيك. هذا اليوم كان على كيف وياي. اللي كنت متخيل العكس، كنت متخيل انه هذا ولد راح يكون اقوى. بس اليوم يوم الجمعة الصبح مثل ما شفتوا هسه وزني قلان كيلو 104.6. جميل
هذا هو الهدف اللي انا اريده، تقريبا كيلو كل اسبوع بالضبط مثل اللي كنت مفكر بيه. بالمناسبه اكو شخص طلب من عندي انه اخلي الماكروز مالاتي، فهذه هي الماكروز مالاتي حاليا، شنو ايش قد اخذ كارب، ايش قد بروتين، ايش قد فات، ما راح اغير بيهن حاليا هالاسبوع، راح انتظر كم يوم وراها احتمال انزل الكارب، لانه اني جسمي من نوع اللي يحب كارب عالي، يعني اذا ما عندي كارب عالي بجسمي كلش اخوة، طاقتي تقل وحتى ممكن اخسر عضل، ما احب انزل كارب هواية الا تكون اكو حاجة لي. احتمال انتظر نص اسبوع الى اسبوع لاخ يلا اشوف الكارب ايش قد اتلعب بيه، بس حاليا اوكي قلان الجسمه مالتي، قلان الوزن مالتي. شنو بعد؟ ها بالنسبة للتشيت ميل، التشيت ميل اني كل اسبوع ادخل وجبة تشيت ميل، قبل الكارديو ادخل الشيك مالتي، هذا اشربه قبل الكارديو، اخلص الكارديو ابدل ارجع للبيت يلا اكل وجبة مفتوحة. وجبة مفتوحة لحد الان تكون عندي بيتزا، مرة واحدة اكلت برجرز اثنين، بس راح ارجع للبيتزا لانه احب البيتزا افضل من البرجرز، طيبة اكثر بالنسبة لي. لا تخافون من التشيت ميل، التشيت ميل ما راح تخرب عليكم الشغل اذا كانت مرة واحدة بالاسبوع، واذا كنت صدق صدق مستحقيها. طول الاسبوع اني ذرة نص الذرة ما ازاغل، وده تشوفون انتو على الستوريات او على هنا بالفلوغات، نص ذرة ما ازاغل. لما تجي وجبة التشيت ميل اكون صدق صدق مستحقة، بالعكس تساعد. هذا هو ختام الفلوغ مالتنا، ان شاء الله تكونوا تحبون هالسلسلة مال الفلوغات، اشوفكم دا تحبوها دا تريدون فلوغ طويل، فقلت هذا الفلوغ نسويه شوية اطول من البقية. See you guys in the next vlog. Okay, peace. نشوفو حتى مو بس انا نشوف.